الدكتور محمد الرشيد في ذمة الله والشؤون الاجتماعية تتخلى عن المتضررين من الكوارث، وجسر ثمامة يفتح ملفات سابقة في صيانة الجسور والأنفاق بوزارة النقل، وأيضا في يا هلا عاشق حنان يتحدث لنا الليلة عن الطريقة الجريئة في خطوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلاً وسهلاً بكم، مساكم الله بالخير. شكراً دائماً لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. نبدأ بالخبر المحزن الحقيقة والمفجع واللي آلم كثير من أو كل السعوديين، وهو انتقال وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الرشيد إلى رحمة الله إثر تعرضه لنوبة قلبية، طبعاً عن عمر يناهز 69 عام، وصل عليه عصر اليوم الأحد بجامع الملك خالد في الرياض. تعازينا لأسرة الفقيد ولكل محبيه ولكل من تأثر لرحيله. نعزي نحن في برنامج هلا وأيضا روتانا خليجية وروتانا بشكل عام تنعي الدكتور محمد الرشيد. نتابع هذا التقرير ثم نعود مع من رافق الدكتور محمد في تجربته العملية وأيضا الحياتية بعد هذا التقرير. يغيب الموت أحبابا ويذهب بعظماء، فهو الحق الذي ليس عليه عزيز واليقين الذي لا بد أن يأتي. السبت 23 من نوفمبر عام 2013 كانت إرادة الله ومشيئته باختياره ليفقد الوطن أحد رجالات التعليم وعظماء التربية. والخبر الدكتور محمد الرشيد وزير المعارف سابقا في ذمة الله. للعيون أن تدمع وللقلوب أن تحزن في وداع من كان مربيا ومعلما، وليس لنا إلا الدعاء قبل الرثاء. الدكتور محمد بن أحمد الرشيد ولد في محافظة المجمع عام 1944 للميلاد. حصل على شهادة ماجستير من جامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، كما حصل على الدكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1972 للميلاد، وهو الذي تدرج في مناصب عدة كان من أهمها كأستاذ وعميد كلية التربية بجامعة الملك سعود وعضوا في مجلس الشورى، حتى أصبح وزيراً لوزارة المعارف سابقاً التربية والتعليم حالياً خلفاً للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر، وذلك بين عامي 1416-1425 للهجرة. الدكتور الرشيد كان يعد من أنشط الوزراء في تاريخ الوزارة، وهو الذي عارضه الكثيرون في سياسته، ما حدا البعض بالمطالبة بتغيير المناهج في عهده، كما واجه الكثير من النقد حيال دمج وزارة المعارف مع الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1423 للهجرة. كان للدكتور زاويته الأسبوعية في صحيفة الرياض بعنوان حديث الثلاثاء، والذي تناول من خلالها العديد من القضايا المجتمعية ولا سيما التعليمية منها ووضع الجامعات في السعودية. ومقاله الأخير والذي نشر في 19 من نوفمبر الحالي بعنوان هل إلى خروج من سبيل في جزئه الأول، والذي رحل رحمه الله قبل أن يتم جزئه الثاني، كما كان رحمه الله من أبرز الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي اتخذه منبراً للإدلاء برأيه في العديد من القضايا الاجتماعية ولا سيما المرأة السعودية وقيادة السيارة.
وهو الذي غرد عبر حسابه قبل وفاته ببضع ساعات قائلاً: يا لحماقة بعض المسرين، يقتر على نفسه في الدنيا ليثري وريثه من بعده، ولو أنه سأل وريثه يوم القيامة حسنة واحدة لرفض الوريث طلبه. رحم الله الدكتور محمد الرشيد وأسكنه فسيح جناته. رحم الله الدكتور محمد وألهم ذويه الصبر والسلوان. معي للحديث عن الراحل الدكتور سعود المصبيح، وهو المستشار في مكتب سمو وزير الداخلية، وأيضا كان مدير عام الإعلام التربوي سابقا، ومن الأسماء التي يعني كانت مع الدكتور محمد في 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 في, في تأسيس كثير من الأفكار وفي الأزمات، وفترة مهمة جدا كل السعوديين يتذكرونها. ويسرنا أيضا نرحب عبر الهاتف من باريس بالأستاذ زياد الدريس، وهو نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة اليونسكو، وأيضا هو ممن يعني عاصر وعمل ولديه ما يقوله في هذا اليوم. الحقيقة هو يوم محزن. أهلا وسهلا بك دكتور سعود، شكرا لجيتك، ويعني كلنا خسارتنا واحدة اليوم. صحيح، الحقيقة لا شك أنه أول شيء يقدم أحر التعازي إلى أبناء الوطن المملكة العربية السعودية، إلى أيضا المهتمين بالتربية وبالتغيير وبالتطوير بوفاة الفقيد الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد رحمه الله، الذي الحقيقة يعني كان اليوم يوم الجنائز هو يوم موعدنا، وكان الحضور الكثيف الهائل في جامع الملك خالد في أم الحمام وكذلك في المقبرة أكبر دليل الحقيقة على أن هذا الوطن هو وطن الوفاء، وطن العطاء، وطن التميز ومكافأة الرجال الذين خدموا. دكتور محمد الرشيد تولى وزارة التربية والتعليم قرابة 10 سنوات، عمل أيضا عضوا مجلس الشورى عدة سنوات، عمل مديرا لمكتب التربية العربي دول الخليج، كان محاضرا باحثا كاتبا معطاء، وبالتالي فهذا الحضور الهائل الكثير الذي رأيناه هذا اليوم الحقيقة يدل أولا على أن محمد بن أحمد الرشيد كل ما أعطاه من جهد وعطاء، سواء بعلاقاته الواسعة، سواء بحسه الإنساني، سواء بتواضعه وطيبته وقدرته على اختيار الكفاءات وتشجيعها ودعمها، كل الحقيقة الذين حضروا لديهم قصة مع محمد الرشيد. محمد الرشيد الحقيقة كان يتميز بأنه داعم، مساند، مشجع، يحتوي الجميع الحقيقة، لا يوجد لديه بكل أمانة أي تصنيف لأحد. كنا نستغرب من سماحته، من طيبته. يعني أتذكر يعني سئلت أكثر من مرة: كيف، ما الذي جاء بك إلى محمد الرشيد؟ لم تربطني محمد الرشيد أي علاقة سابقة، مجرد التقيت به في إحدى حملات الحج، كان وزورته وأنا كنت مع زورتي، وتعرفنا الحقيقة في 1415. بعدها بثلاثة أشهر صدر قرار تعيينه كوزير، فاتصلت به أهنأ الحقيقة، فقال لي يعني من ضمن الكلام أنه أودي أنك تعمل معي وتكون تساندني في هالمرحلة، فأتيت وكنت أول واحد بدأ معه الحقيقة. فلما أذكر أنه قال لي بعد حوالي سنة أنه كل واحد كلمه ويهنيه قال له نفس الكلام: تعال أعمل معي. وكان مستغرب يقول: أنت يعني الباقين كانوا يقولون لي والله وش الحافز وش المرتبة وش خارج الدوام وش المكافآت، إلا أنت ليش ما سألتني؟ فكنت أقول له: لو الحقيقة التجربة الطويلة اللي أنا كنت أتابعك فيها كرجل تريد أن تغير، كنت أعرف أن هذه المرحلة المهمة في تاريخ بلادنا الغالية، كون أكون الحقيقة ملازم لك في هذه المرحلة ومشارك في هذا التغيير أو محاولة التغيير، أعتقد أنها كافية لأن يفكر الإنسان في عدم رفض هذا الطلب. فعملت معه 3 سنوات رحمه الله، كانت الحقيقة من أفضل الفترات التي كان بها عاملا جادا متنقلا بين مختلف مدن المملكة، يحاول
في التطوير. أذكر كانت أول محاضرة لها ألقاها كانت تعليمنا إلى أين، ألقاها في جامعة الملك سعود بحضور تقريبا 3000 من المفكرين والمثقفين والمهتمين، وكان التوجه ما هي الخطوات التي كان يريدها. كان أول ما تكلم عن أهمية التقويم، مستوى التعليم كان الحقيقة ولا يزال للأسف مستوى التعليم من خلال المخرجات، من خلال الحقيقة البيئة التربوية كان ضعيف ومحدود ولا يتواكب مع التطور والنهضة الشاملة التي مرت بها المملكة. لهذا كان حريص على أن يحدث هذه النقلة سواء في تطوير المناهج، في النشاط المدرسي. نعم. وفعلا استطاع أن يعمل الحقيقة الكثير. سأعود على بعض المراحل، لكن معي الأستاذ زياد. مساء الخير. أهلا، مساء النور أستاذ علي، وأيضا مساء النور للصديق دكتور سعود السبيع. دكتور زياد، يعني أعلم مدى حزنك أنت والدكتور سعود والجميع، ولكن دائما لما نتذكر من رحل لما حتى نتذكر مواقف جميلة أو مفرحة. قل لي قصتك أنت مع الدكتور محمد. والله الحقيقة الحديث محزن عن أبو أحمد الله يرحمه، وأنا يعني بصدق فجعت فيه. ومشكلة أنا يمكنني أيضا غردت في تويتر أن لما يكون الواحد بعيد يكون حزنه أشد. والمصادفة الغريبة بصدق أن اليوم الصباح لما استيقظت يعني جاني هاجس أني أنا من زمان ما كلمت أبو أحمد، فأتصل عليه اليوم وأخبره أني أنا جاي للرياض إن شاء الله خلال أسبوعين وأني بمر في سبتيته. والله إن هذا اللي حصل. ثم سبحان الله فجعت، هذا أمس طبعا أقصد الصباح، فجعت بأنه توفي. فطبعا هذا يزيد الألم، ولذلك يعني أعتذر أنه يكون شوية ما زالت آثار الحزن على الصوت. أبو أحمد ليس من الهين فقده، لأنه ليس من الأشخاص الخاملين الذين يمرون في حياة الإنسان يعني مرور الكرام أو أنه شخص عابر. هو شخص مميز ومؤثر جدا، والجانب الإنساني فيه عظيم بشكل مدهش، وأقولها بصدق. أنا متأكد أن الدكتور سعود معكم سيثري كثير من الحكايات والجوانب والذكريات عنه وعن إدارته أيضا للوزارة وللعمل التربوي عموما. لكني أنا أحبذ، لا أريد أن أتكلم عن تاريخنا في مجلة المعرفة عندما يعني بادر بإعادة تأسيسها، وكان لرئاسة تحرير المجلة 10 سنوات معه، ولا أيضا بدايات طبعا الانتقال تغيير توجهي الكامل وتخصصي الكامل كان بداية مع الدكتور محمد الرشيد الله يرحمه. ولذلك لا أستطيع يعني إلا أن أتذكر دوما في حياته وبعد مماتي أيضا أنني مدين له بفضل كبير جدا في حياته. الجانب الإنساني طبعا بصدق يعجز الواحد أن يوجزه في برنامج سريع، لكن يكفي أن أتحدث عن نقطة واحدة وهي قضية التواضع. محمد الرشيد عندما كان وزيرا لم يكن يشعر الآخرين بأنه وزير، وهذه صفة قلما توجد عند الناس. يعني أنا لا أتحدث عن الوزراء الموجودين الآن أو السابقين، أتحدث عن الناس كلهم ونحن منهم. عندما تأتينا المناصب نتغير ونضعف أمامها. محمد الرشيد لم يضعف أمام المنصب، واستطاع أن يبقى إنسانا أخويا. وأنا كتبت عندما ترك الوزارة كتبت عنه مقال تعمدت أن أسميه وعنونه بالوزير الأخوي. وقلت أن في العالم العربي فيه مواطنين وفيه وزراء، وأن عادة الوزير هو مواطن سابق، يوصف في مجتمعنا بأنه مواطن سابق. محمد الرشيد لم يكن عندما أصبح وزيرا لم يكن مواطن سابق، استمر مواطن اعتياديا، ثم عندما ترك الوزارة أيضا استمر مواطن، وهذا ما كفل له أيضا استمرارية العلاقة مع الناس حتى عندما ترك الوزارة، لأنه لم يتغير عليهم، لم ينتكس عليهم كما يفعل البعض عندما يأتيه المنصب يتغير ويتحول وتأتيه صدمة فيفقد الناس بعدما يفقد المنصب.
محمد الرشيد حافظ على الناس قبل المنصب وبعد المنصب. رحمه الله. أستاذ زياد بسألك قبل أن تغادرنا، هو سؤال حقيقة مشترك لك وللدكتور سعود، وكيف كيف كان يدير فترة الضغوط والحرب التي يعني مورس ضده، إما تغيير مناهج، إما يمكن سوء فهم من التيار الديني له، ربما أيضا تنظيمات تم اكتشفت الآن كان سباقا وذكر أن هناك مشكلة في هذا الجانب، كيف كان يدير هذا الملف؟ أنا في يعني طبعا الدكتور سعود أمضى وقت أطول في الإعلام التربوي طبعا، وبالتالي ستكون معرفته أكثر، لكني أنا كنت في مجلة المعرفة من خلال المجلة التي كانت أيضا تخاطب الميدان التربوي، وليس فقط لم تضغط على الميدان التربوي بل اتسعت أيضا إلى الميدان الثقافي والعام. كنت أرى يعني عندما أجلس معه كيف كان يتألم من سوء الظن، كان يؤلمه سوء الظن من الناس يعني فيه، وكان هو يردد دائما أنني حتى لو اتخذت قرارا قد أكون خاطئا فيه أتمنى أن يتعامل الناس معي على أنني مخطئ في هذا القرار، لا أن يصوروا على أن هناك يعني أغراض ونوايا مبيتة لديه. وكان هذا أمر مؤسف طبعا، أكيد أنه مر به الدكتور محمد الرشيد ومر به قبله الدكتور غازي القصيبي رحمهم الله، يعني قيادتان بارزتان في الوطن قدموا الكثير، وأنا أعتقد بصدق أنه أسيء لهم أيضا الكثير، ونحن لم نشعر بهذا إلا بعد فقدهما. التميز الذي كان عليه سواء غازي القصيبي أو محمد الرشيد أيضا، الديناميكية، الرغبة في التغيير، التغيير الإيجابي، الجانب الإنساني العظيم عندهم لم يكن يفهم بصورته الحسنة دائما من قبل المجتمع أو من قبل على الأقل بعض يعني أفراد المجتمع. أنا طبعا أعرف أن كثيرين ممن كانوا يسيئون الظن في أبي أحمد رحمه الله تغيروا بعد ذلك وعرفوا مقاصده وانبنت علاقة إيجابية معهم، لن أقول بعد فوات الأوان، بالعكس يعني لم يفت دائما المحبة والأخوة لا يفوت. نعم. أوانهم. أشكرك. أشكرك زياد الدريس من باريس كان معنا على يعني هذه المشاركة. دكتور سعود أيضا أسألك نفس السؤال، كيف أدارها وهل من مواقف تتذكرها يعني خلتك تقول أنه مثلا الوزير دكتور محمد وزير مختلف اللي مثلا لم تعيقه البيروقراطية أو السيستم الموجود، أو ولكن أيضا يهمني كيف أدار أو كيف تعامل مع ملف يعني الحرب اللي ضده؟ هو الحقيقة الدكتور محمد كان بحكم أنه شفاف الحقيقة، هو كما قال أخي الدكتور زياد يعني متواضع، و يعني بالمثل الشعبي اللي في قلبه على لسانه، يعني لا حقيقة يعرف أن يتلون، ولهذا كان يتكلم أحيانا كثيرا حول قضية التعليم وقضية التطوير، ولا شك أن المجتمع عندنا الحقيقة، وكان أول ما لمس هو جانب التربية الوطنية، لأنه وجد أنه الحقيقة الشباب الذين مثلا انتظموا في الإرهاب، يعني شباب عمرهم 16-17 سنة عنده استعداد يعني يحمل رشاش ويتدرب ويحاول أن يفجر مبنى حكومي، ولا يحاول يقتل مسؤول حكومي، ولا يحاول أن يرهب. أعتقد أن هذا هو يعني في وجهة نظر من هذا خرج من التعليم، إذا كان هناك معلما جيدا لن يستطيع هذا الطفل أو هذا الطالب أن يظل، أو فقال لابد أن نزيد جرعة التربية الوطنية في البلد. احنا الحقيقة ما نستطيع أن نتجاهل أنه البلد المملكة العربية السعودية مستهدفة من أحزاب، مستهدفة من حركات، مستهدفة من استخبارات معادية، مستهدفة من دول معادية، فلا شك أول ما يهمها موضوع التعليم، فتحاول، وهناك من يقتنع بهذه الأفكار للأسف ولا يعني موضوع التربية الوطنية. الدكتور محمد الرشيد كان حريص جدا، فعندما دخل وكنت الحقيقة أتذكر أني كنت معه في الطائف، اتصل على الأمير سلطان الله يرحمه وبلغه يعني منهج يعني النقاط الأساسية، وأعتقد اتصل على أكثر من مسؤول في الدولة، ثم تم إقرار التربية الوطنية وبدأت. ما الذي حدث في التربية الوطنية؟ حدث للأسف يعني رفض
مقاومة من بعض المعلمين والمشرفين التربويين أو بعض المدراء الذين لديهم ربما قناعات مختلفة أخرى. للأسف هو حاول بقدر الإمكان أن يغير في التربية والتعليم، لكن بكل أمانة بقدر ما كان يحاول بقدر ما كان هناك جاءت موجة الإرهاب، وكان نشاط المعادي قوي جدا ضد الدكتور محمد الرشيد، وهذا وضعه في خندق الإنسان الذي يعني يعمل ضد البلد أو ضد إرادة الناس، وهذا لا شك للأسف يعني الرصاصة التي لا تصيب تدوش، فانتهى به هذا الأمر إلى إقالته. إقالة الحقيقة كانت يعني كان يذكرها، لكن اللي أنا أشهد له الحقيقة أنه كان الأمير نايف الله يرحمه ذكر هذا الكلام في أكثر من مرة بعد أن ما انتقلت وعملت مع الأمير نايف، أنه الدكتور محمد الرشيد خسرته التربية والتعليم في بلادنا، وكان يردد هذا الكلام، وكان يعني يعتني بالدكتور محمد إذا جاء في الوزارة أو اتصل به، أو يعني وإذا الدكتور محمد أحيانا يرسل أوراق عن طريق يعرضها على الأمير، أشياء للناس كان يحرص عليها جدا، ويعني ويكل الرجل هذا احترام يعني كبير. لكن موضوع المنهج الخفي لم يعد خافيا الحقيقة. التعليم الآن الوضع اللي مر فيه الدكتور محمد الرشيد وضع كما قال أخي الدكتور زياد، وضع مر فيه الدكتور غازي القصيبي، ومر فيه أي مسؤول مخلص عنده فيجن عنده رؤية مخلصة لهذا الوطن. الدكتور محمد الرشيد في نقطة مهمة إذا لاحظتها أنا، هو نزاهته الحقيقة وحرصه على نظافة اليد وعلى الإحساس بالمسؤولية فيما يتعلق ب دعنا نذكر أنه فيه كان يتعرض للضغوط فيما يتعلق، وهذه أشياء أنا حصلت فيما يتعلق بمثلا بعض الأراضي المدارس، محاولة مثلا إعطائها لأشخاص معينين أو ناس أحيانا يتصلون وجهة يريدون تفريغ أراضي معينة. الأراضي هذه ضخمة الحقيقة ومبالغ مالية طائلة، ويستطيع من خلال الإثراء هو الحقيقة يعني كان أذكر كان يمر بظروف مادية في فترة من الفترات، وكان أذكر موقف له قوي جدا وأكد على أنه هذه الأراضي هي المدارس للطلبة وللطالبات، فماذا سيقال لاحقا عندما أفرط بمثل هذه الأراضي وأنا مؤتمن عليها لمصالح خاصة، ستأتي هذه الأحياء وستكبر وسيكون هناك أماكن لطلبة يجدونها حتى يستطيعون فيها أن يتعلموا. فمثل هذا المنطق الدكتور محمد الرشيد كان حريص على إدارة المدارس. يعني أذكر الأشياء قد يكون سهل شوي لكنه مهم، كان مثلا إلغاء المشروبات الغازية. المشروبات الغازية كانت دمرت ولا زالت تدمر الأطفال تدمر صحتهم، فوقف موقف قوي جدا، وكان الحقيقة أصحاب الوكالات رجال الأعمال يعني كان لديهم ضغوط، وكان يأتوا الوزارة ويعملون ضغوط حتى يبدل، لأنه هو ألغى المشروبات الغازية وأحدث محلها الحليب والمأكولات الصحية الطيبة. هذا يعني دلالة كامل الممكن أنه يعني لا يعني هذا الأمر، وبالتالي تستمر المصالح التجارية كما هي. فالدكتور محمد حتى علاقاته مع الناس، بشاشة تواضعه، تبنى كثيرين الحقيقة واستقطبهم. كان يستقطب أذكر في بداية عمله حرص على استقطب الناس المتميزين في تخصصاته، مثل الدكتور سعد الراشد كان أفضل من أفضل الناس في الآثار والمتاحف، جابوا وكيل وزارة. كان الدكتور ناصر موسى والآن عضو مجلس الشورى، كان أستاذ متخرج من جامعة عريقة جدا في أمريكا ومسك الأمانة العامة للتعليم الخاص، الأستاذ يوسف القبلان، الأستاذ دكتور عبد الرحمن الديرس، دكتور صالح الدوسري، دكتور عبد الواحد الحميد، يعني مجموعة الحقيقة من العناصر المتميزة. ما كان يخشى هناك الحقيقة من القادة، يخشى الأقوياء ويخشى المتميزين البارزين. دكتور محمد كان يستقطب المتميزين ويأخذهم معه، بالعكس كان الحقيقة محل ثقة ولاة الأمر في ترشيح أسماء لمجلس الشورى أو غيرها من المجالس والمناصب. نعم، رحمه الله، الله يغفر له ويرحمه. وتعزينا من مرة ثانية لأهله وذويه والوطن أيضا. شكرا لك دكتور سعود المصبيح على حضورك، وأيضا شكرا للدكتور زياد الدريس على المشاركة. بعد الفاصل موضوع آخر، تابعونا. أهلا
اهلا وسهلا بكم من جديد. ننطلق من اكثر المقالات او ننطلق لاكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكثر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه نتال. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان فري هاج. أول مرة رأيت فيها رجلاً يحمل لوحة لافتة للنظر في الشارع كانت في مدينة ميامي الأمريكية عام 1994. كان متشرداً دميماً، علق لوحة برقبته كتب عليها Give the ugly man some money، وكان للعبارة مفعول السحر في انتزاع ابتسامات الناس وهباتهم. ولو أنه طلب حضناً مجانياً كما فعل الذي علق على رقبته لوحة فري هاج لهرب منه الناس إلى الرصيف المقابل. وقد سمعت أن الهيئة قبضت على شاب في الرياض وشابين في المدينة حملوا لافتات كتب عليها فري هاج قبل أن تخلي سبيلهم بعد أخذ تعهدات عليهم بعدم العودة لمثل هذه الفعلة. وما لم يكن الشباب تحرشوا بالمارة لانتزاع الأحضان بالقوة، فإنني لا أجد في تصرفهم ما يخالف القانون. شخصيا لا أدري كيف سأتصرف لو أنني صادفت شخصا يحمل مثل هذه اللافتة. الأكيد أنه سينتزع مني ابتسامة، لكنني غالبا سأوفر أحضاني لمن أحبهم. النفور الذي قوبلت به فعلة الشباب مردها برأيي شح الأحضان في مجتمعنا الصحراوي، فلم يعتدها البعض في بيته مع أقاربه. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الرياض للكاتب فهد الأحمدي بعنوان التباهي لا يأتي دون ثمن. الأموال طاقة مجمدة قد تتعب فيها ليصرفها غيرك، فقد تعمل وتتعب وتجمع ليتبلور كل ذلك بشكل أوراق نقدية أو حسابات بنكية يستفيد منها ورثتك. وكلما كنت فقيرا في بداية حياتك زاد احتمال حرصك وبخلك في نهاية حياتك، وقد تموت في النهاية وقد جمدت من الطاقة أكثر مما صرفت. وحينها يأتي أبناؤك وأحفادك فيبدأون في تسييلها والاستمتاع بصرفها، كما نستمتع نحن بمنافع النفط الذي تشكل بعد ملايين السنين من الضغط والحرارة وتسييل المكونات العضوية لمخلوقات طمرها الزمن. ولأن ورثة المال هم الأكثر حبا للتباهي والأقل حكمة في صرف المال، تستمر الصناعات الفاخرة في العمل والازدهار. كثير من الأثرياء يشترون سلعا مبالغا في قيمتها لمجرد التباهي والتفشخر، ولتلبية هذه الرغبة ظهرت صناعات ضخمة للسلع الفاخرة التي تبيع الاسم قبل المنتج لمجرد تحقيق رغبتهم في الاستعراض على بقية الخلق. فالواقع يقول إن سيارة بمئة ألف ريال توصلك لذات المكان الذي توصلك إليه السيارة بمليون ريال، وساعة بخمسين ألف ريال يصنعها الصينيون بأقل من خمسين ريالا. على أي حال لا بأس في فعل ذلك لمن ورث طاقة والده أو خزينة جده أو جمع أموالا لا يخشى نضبها. أما بالنسبة لمتوسطي الحال والموظفين في الأرض، فتعد تلبية رغباتنا في التباهي والاستعراض نوعا من الحمق والتهور، وأسرع طريقة لخسارة أموال تعبنا في جمعها فعلا. المقال الذي اختاره لكم فريق ياهلا من صحيفة اليوم للكاتب إحسان بوحليقة بعنوان تعويض أيام المطر. لما تتعطل مدارسنا أصلاً بسبب بضعة مليمترات من المطر؟ السؤال ينطوي على إشارة لن تفوت أحداً، أفادها أن علينا معالجة تجمعات الأمطار باعتبار أنها هي السبب في تعطل المدارس. وبداهة علينا معالجة التجمعات، لاسيما أن هذه التجمعات ذاتها تعاود في ذات المواقع وفي ذات الإحداثيات مع كل موسم يسقط فيه المطر. لماذا لا ترصد هذه المواقع من قبل فرق وتصان وتعالج مباشرة ولا تهمل عاماً بعد عام؟ فندفع كوطن وسكان مقابل ذلك على أكثر من صعيد. هذا سؤال تتقاذفه الجهات الحكومية كالكورة. فمن المسؤول حقيقة عن تعطل المدارس عندما يمنع عدم تصريف الأمطار تلاميذنا من الوصول لمدارسهم؟ هل هي وزارة التربية والتعليم أم الأمانات والبلديات أم من؟ وفوق هذا فمنذ سنوات طويلة والميزانية العامة للدولة تشتمل على مبالغ مليارية مخصصة لمشاريع تصريف الأمطار ودرء السيول، فما مصير هذه المشاريع؟ هل بوسع أي متحدث رسمي مختص أن يخرج وينورنا؟ هل نفذت المشاريع أم لم تنفذ؟ أذكر أن ما رصد لهذا البند في العام المالي الحالي 2013 38.2 مليار ريال سعودي، فهل نفذ من هذه المشاريع شيء؟ أسأل راغبا في إجابة فنية إحصائية تنويرية. وأيضا نتابعنا يعني هم كان في السعودية اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. في
99 مليار ريال تضع الرياض على قمة الصفقات العقارية. 2343 موظفاً وموظفة يلتحقون ب92 برنامجاً بمعهد الإدارة العامة. 130 مليون ريال لإنشاء 23 مقراً جديداً لشؤون الإسلامية. 30 مريضاً سعودياً في السجون العراقية. 12 مليون ريال تصرفها المدارس بالرياض على الطلاب وطالبات تكافل. 1.450 مليار مليون دولار قيمة حزمة المساعدات التي تقدمها السعودية خلال الفترة القادمة. 32 مجلس أعمال سعودياً لتفعيل دور القطاع الخاص خارجياً. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاغ الأنشط والرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الحياة للفنان ناصر خميس الذي يصور رداءة إنشاء الجسور الحديثة. من الفيديوهات الأكثر تداولاً على اليوتيوب شاب يتناول الغداء على قمة جبل شاهق ومخيف في عسير. قوة جواري هذا مكان رائع. مرحبا يا مرحبا. الله حييه الله حييه. طبعا المكان ضيق والعذر والسموحة. أنا استوني وشرفتوني في الحقيقة. والله هالأبوي 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 من هالمكان الأزرق يمزح. من الهاشتاجز النشطة اليوم على تويتر اتفاق العالم مع إيران. توصلت الدول الست الكبرى 5+1 وإيران إلى اتفاق في جنيف بشأن برنامج طهران النووي. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التوصل للاتفاق لكنه اعتبره خطوة أولى. نذهب إلى أخبار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. مجموعة من الأحداث الماضية في هذا التقرير. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بالسيد بلفات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرمان ترافلز القابضة العالمية FRHI في المقر الرئيسي للشركة في تورونتو بكندا. خلال الاجتماع تناول سمو الأمير والأستاذ بلفات كافة المواضيع التي تهم شركة المملكة القابضة وشركة فيرمان ترافلز بالإضافة إلى آخر التطورات للشركتين. كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بإدارة فنادق ومنتجعات فور سيزنز، كما التقى سموه بالسيد أزادور شارب المؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق ومنتجعات فور سيزنز في المقر الرئيسي للشركة في تورونتو بكندا. خلال الاجتماع تناول سمو الأمير الوليد وإدارة فنادق ومنتجعات فور سيزنز كافة المواضيع التي تهم شركة المملكة القابضة وشركة فور سيزنز بالإضافة إلى آخر التطورات للشركتين. وفي خبر آخر حضر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود قمة بولنبرغ للأعمال بولنبرغ بزنس سبميت المقام في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 17 لعام 1435 للهجرة الموافق 20 لعام 2013، وذلك بحضور وفد من شركة المملكة القابضة والمكتب الخاص لسمو الأمير. هذا وشارك الأمير الوليد في حلقة نقاش في المؤتمر بعنوان حوار مع الأمير الوليد، وأجرى سمو الأمير الوليد محادثة تمحورت حول الاقتصاد العالمي واستثمارات الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة المحلية والإقليمية والعالمية بالإضافة إلى استراتيجية سمو الأمير الاستثمارية والإدارية. كما أجاب سمو الأمير على أسئلة عديدة تتعلق بالأمور السياسية والاقتصادية والمالية في العالم. إذن فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلاً وسهلاً بكم. أثار تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ خالد الثبيتي انزعاج كثير من الناس خصوصاً على مواقع يعني على صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بعد أن تحدث عن عدم مساعدتهم للمتضررين من الكوارث في السعودية، وأن هذا الأمر يعني من اختصاص وزارة المالية. حول هذا الموضوع يسرني أرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ خالد الثبيتي، وهو المتحدث الرسمي صاحب التصريح باسم وزارة الشؤون الاجتماعية. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ خالد، شكرا لحضورك تلبية الدعوة. العفو. أيضا معنا على الهاتف الدكتور سعود الضحيان، وهو أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود، ودائما لديه آراء ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعني تحفظ على أدائها في بعض الملفات. أهلا وسهلا بك دكتور سعود. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ مع الأستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني لماذا يعني هذا التصريح؟ وإذا أنتم ما لكم علاقة بالكوارث، من الذي له علاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكركم على توجيه الدعوة لإيضاح بعض ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من خدمات لمستفيديها ومستفيداتها من الضمان الاجتماعي أو من الجمعيات الخيرية أو من وكالة التنمية وكافة ما تقدمه من خدمات. في هذا التصريح بالذات أظن أنه سوء الفهم من قبل المحرر كان هو السبب وراء نشر مثل هذا الخبر. قد يكون الصورة لم تكن بما قيلت فيه، لم يكن أو العنوان الفج أو القوي أو الصارخ الذي كان للتصريح قد يكون أخذ من غير سياق الذي قيل فيه. أخ الكريم، وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم كافة الخدمات التي يشمل بها المستفيدين أو المستفيدات من الضمان الاجتماعي أو من خدماتها الأخرى من وكالاتها الأخرى سواء التنمية أو الرعاية. الكوارث الجماعية، طبعا كان التطرق في التصريح إلى المتضررين من السيول والأمطار. الكوارث الجماعية الدولة أيدها الله أوجدت لجنة دائمة أقرت من سنوات. اللجنة هذه تقوم بتقدير الأضرار والسيول والكوارث سواء حريق أو خلافه، لجنة دائمة تقوم بها بعض الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني، وزارة المالية، أمارات المناطق في كافة المناطق، تقوم بتقدير هذه الأضرار وما ينتج من هذه السيول والأمطار من أضرار، وتقوم بالتالي بالصرف ومعالجتها فوريا. دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو دور مؤازر ومساند لما تقدمه هذه الجهات الحكومية. نحن لدينا لوائح وأنظمة نقدم خدمات لمستفيدينا. هؤلاء المستفيدين قد يكون متضررين من السيول والأمطار. إيه بس أنت ما راح تكون كوارث فردية. إيه بس أنت ما راح تدعمه إلا من خلال يعني البرامج حقتك. أنا لدي برامج. أنا لدينا مساعدات. لا بس خليني أضرب لك مثال. بس بعطيك الفرصة بس خليني عشان بس نقفل هذا السؤال. اليوم لما تقول مثلاً وزارة المالية والجهات الأخرى تحدث عن إغاثة ناس، تحدث عن ناس مثلاً فقدوا منازلهم، تحدث عن ناس مثلاً يحتاجون إلى مأكل، مشرب، إلى تدفئة، إلى إلى إلى. حتى لو كانت الوزارة يعني الشؤون الاجتماعية ما عندها القدرة المالية في ذلك الوقت مثلا في وقوع الكارثة، يفترض هي التي تطالب المالية من واقع دورها الاجتماعي أنها تدفع لهم المبالغ حتى هي تقوم بالدور الإغاثي. اسمح لي أعلق على سؤالك. بالنسبة للوزارة ليس لديها يعني أو عندها أو عدم القدرة على تقديم المساعدة أو عدم دفع المساعدات. بالعكس، من هم المتضررين؟ هؤلاء المتضررين من الأمطار والسيول هم أبناء هذا الوطن، أبناء أو المنتمين لهذا الوطن، وهم مستفيدين أو مستفيدات من الضمان الاجتماعي أو من الوزارة، من خدمات الوزارة بشكل عام. أضرب لك مثال. في السيول العام الماضي في منطقة تبوك خلال 48 ساعة من كارثة السيول تم هبة وزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيه من معالي الوزير وسعادة وكيل وزارة الضمان الاجتماعي بتقديم مساعدات عاجلة فورية للمتضررين من السيول بلغت 256 مليون ريال صرفت خلال 48 ساعة. إذن لا أتفق معك في حكاية أنه الوزارة ليس لديها القدرة المالية. بالعكس، إحنا في توافق وفي تواصل مع وزارة المالية. وزارة المالية عندما
نطلب دعم لبنود المساعدات المقطوعة العاجلة فورا يأتينا الدعم خلال 24 ساعة أو خلال 48 ساعة. القائمين على العمل سواء في الوزارة في المركز الحاسب الآلي أو في مراكز الوزارة سواء في منطقة تبوك أو في جدة أو في منطقة عسير أو منطقة جازان يعملون على مدار الساعة. كنا نعمل على مدار ال 24 ساعة حتى أودعت المبالغ في حساباتهم وكانت 256. أيضا الجمعيات الخيرية قدمت 13 مليون و 500 ألف للمتضررين من كوارث السيول في تبوك، قدمت 33 مليون للمتضررين من سيول جدة أو محافظة جدة خلاف ما قدم الضمان الاجتماعي يربو على 292 مليون ريال. طيب ماذا عن عرعر وحائل و... كلها كافة المناطق. أخي الكريم احنا نصرف سنويا ما لا يقل عن 26 مليار ريال كمساعدات ومعاشات وإعانات للمستفيدين. هذه من ضمن برامجكم الموجودة مجدولة ولا هي عندكم بند انتم للكوارث؟ لدينا لا في بند للكوارث ولكن طيب. الكوارث الفردية عندما تقع يتم عندكم عجل. فاصل يا شباب يعني ولا شيء؟ نعم طيب استاذنك بس في فاصل قصير ابو 30 ثانية فاصل ونعود. برجليك؟ حتى لو كان ابنك بيحفر برجليه ولا يهمك، وحتى لو لفينا الشراب كمان تايد يذيب الأوساخ حتى في أصعب الأماكن زي الشراريب عشان يعطيك بياض تايد المضمون مهما يكون. جاهز الحفر؟ مهما يكون بياض تايد مضمون. أهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نتحدث عن تصريح المتحدث الرسمي باسم الشؤون الاجتماعية اللي تحدث فيه أنه ليسوا معنيين. هو الآن معنا يعني شرح ما كان يقصد. أيضا نرحب بضيفنا الدكتور سعود الضحيان. راح أرجع لك أستاذ خالد تعطي كل شيء، بس أني أبغى أسمع رأي الدكتور في ما قلت وفي أداء وزارة الشؤون الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع وقبل أن أبدأ أحب أن أنقل تعازي الحارة إلى أسرة صديقنا وأستاذنا وحبيبنا الوزير محمد الرشيد الله يرحمه، وإني كل أسف أنني لم أتواجد في السعودية لأحضر هذه الجنازة. رحمه الله وألهم الشعب السعودي الصبر والسلوان. رحمه الله. أستاذي الفاضل، أنا يعني أحب لغة الأرقام، ولكن عندما يساء استخدام الرقم معنى ذلك أنه هناك إشكالية. ذكر الأستاذ خالد بيتي قبل قليل أن الوزارة لديها 26 مليار فيما يتعلق بمساعدات، ولكن هذه 26 مليار ما هي؟ للضمان الاجتماعي ومساعدات سنوية محددة ولا تدخل في نطاق مساعدات المتضررين من السيول. الواقع أن الشعب السعودي عندما يتكلم عن مساعدته، إحنا نعلم في الضمان ما يقارب من 4 مليون مواطن، وهذا بحد ذاته كارثة أن يكون المجتمع السعودي في 4 مليون مواطن تحت الضمان الاجتماعي، وهذا معناه أنه الأعداد كل سنة تزداد حسب ميزانيات أو حسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية، أي أن كل سنة نزداد. والطامة الكبرى ما حدث في الفترة الأخيرة من كوارث السيول، ما أشار إليه الزميل أستاذ ثبيتي فيما يتعلق في تبوك أو يتعلق في جدة أو من عمل الجمعيات، هذا ليس له علاقة بالوزارة. هذه الجمعيات هي قامت بالدور عندما غابت الوزارة، سواء كانت اللي في جدة أو اللي كانت في كثير من المناطق. عندما تقوم الجمعيات بدورها فهي تقوم من جانب العمل الاجتماعي. نعم. أنا أستغرب أنه الحكومة عندنا لم تقصر في أي شيء. لماذا لا ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية ما يعرف بصندوق الكوارث؟ لماذا نحن نستجدي يعني الآخرين لهذا الشيء؟ الكوارث صارت تحدث عندنا سنويا من مشكلات في التنفيذ، من مشكلات من المقاولات، من مشكلات في كثير من ضعاف النفوذ.
لكن هل يتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع يعيش في الكوارث كل سنة؟ طيب دكتور سعود خالد نعم ولا يجد من يناصره؟ طيب دكتور بيرد عليك الأستاذ خالد تفضل يعني سرد أكثر من نقطة لعلك ندور. دكتور سعود مساك الله بالخير. أنا سعيد الحقيقة بمداخلتك. تكلمت عن 26 مليار. 26 مليار هذه ميزانية معتمدة من الدولة تصرف للمستفيدين من المعاشات والمساعدات، فهذا جهد الدولة، جهد الدولة وجهد الوزارة يجب أن نذكره بـ 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 وليس لغة الأرقام ليس فيها مشكلة. مساعدة المتضررين من السيول كما ذكرت يا أخي الكريم يا دكتور سعود، إحنا دولة مؤسسات، كل وزارة أو كل جهة هي متممة لعمل الجهة الأخرى. كما ذكرت سابقا هناك لجنة دائمة، اللجنة مكونة من وزارة المالية ومن الدفاع المدني ومن إمارات المناطق، هذه تقوم بحصر الأضرار والناتجة عن السيول وتقوم بالدفع الفوري، ويأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية. يعني كما ذكرت سابقا إذا كانوا المتضررين من السيول هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فبالتالي المساعدة التي كان يفترض أنها تصرف في شهر ذي القعدة أنا أصرفها له خلال 48 ساعة. أنا أعتقد أن هذا جهد يذكر فيشكر للوزارة وللقائمين عليها سواء في وكالة الضمان أو في الجمعيات. بالنسبة للمستفيدين، الفقر سدنة كونية يا أخي الكريم، الفقر من 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 ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وايام الدوله، وكانت من يعني من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، لا يمكن القضاء على الفقر. الفقر ايضا معني انا وكاله الضمان الاجتماعي وزاره الشؤون الاجتماعيه هي جزء، انا يعني في جهات اخرى تتحمل جزء من 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 كثره اعداد الفقراء، الدخول المتدنية، التقاعد المتدني، توظيف المستخدمين والمراسلين على وظائف ذات حد أدنى. بس حاب أذكر كل ترى الضمان الاجتماعي 800 ريال يعني 800 للفرد الواحد، ولكن أنا عندي الأسرة المكونة من 12 فرد يأخذون 4840 غير البرامج. إذا حسبنا البرامج التي تقدم لهم من الكهرباء ومن الحقيبة والزي المدرسي ومن الغذاء ومن المشاريع الانتاجية والفرش والتأثيث، يصل دخل الفرد أو دخل الأسرة إلى 8500 ريال شهريا. أنا أعتقد أن هذا دخل جدا عالي مقارنة إحنا دائما نأخذ المتقاعد اللي بـ2000 مثلا ولا بـ1800 يشمل، ما تشمل، لا يشمل. لدينا قاعدة تنفيذية أو قاعدة تنظيم الدخول، أنا صحيح لست بس إدارة فنية صحيح، ولكن أنا يأتينا شكاوى أكمل لو سمحت جملتي. بالنسبة للدخول الآن الحد الأدنى للمتقاعد اللي يشمل بالضمان الاجتماعي إذا كانوا فردين أو ثلاثة أفراد 2840 ريال، إذا كانوا فردين زوج وزوجة، إذا كان تقاعدهم 2840 يشمل بالضمان الاجتماعي، وهكذا. يعني لدينا قاعدة تنظيم دخول طيب الآن. بس كيف تفسر لي أستاذ خالد يأتي شكاوى عندهم نفس المشكلة اللي قلت لك؟ يعني نعتقد أنكم ما أنتم واصلين للناس، أو أنه في مشكلة، أو أنه في هذه موجودة على الورق وما تطبق أو تطبق أحيانا. أنا بقول لك شيء، أنه الآن تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يكون في داتا أو تبادل بيانات جميع المتقاعدين الذين تقاعدهم 3000 فما دون، يتم التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد لأخذ بياناتهم والوصول لهم، علما أن 90% منهم مشمولين بالضمان الاجتماعي ولله الحمد. فانا 90% هذه نسبه ولا انت تتكلم عن؟ لا انا اتكلم ولا تتكلم عن لا انا اتكلم عن الاحصائيات اللي تردنا من المؤسسه العامه للتقاعد. عندما ترد نجد ان 90% من الاحصائيات اللي وردتنا او من الاسماء هم مشمولين بالضمان الاجتماعي. طيب الدكتور سعود بدري بيعلق. انا لا ودي بس في نقطه للدكتور سعود بالنسبه للجمعيات الخيريه، يقول الجمعيات قامت بدورها. الجمعيات الخيريه ميزانيتها السنويه 402 تدفع او تدعم من وزاره الشؤون الاجتماعيه ب 482 مليون ريال. هذه تدفع للجمعيات الخيرية، والجمعيات الخيرية تقوم بدورها. يعني لا لم تقم طيب الجمعيات الخيرية نعم عشان الوقت الأستاذ خالد دكتور تفضل باختصار. أنا يعني أستغرب مثلا إشارة الدكتور إلى أن 90% مشمولين بالضمان. هل تحول مجتمعنا السعودي إلى مجتمع ضمان اجتماعي؟ أنا أعتقد أن هذه لا يتكلم هو يا دكتور عن المتقاعدين. عن المتقاعدين يا أخي الكريم. أنا أتكلم عن المتقاعدين. المتقاعدين اللي تقاعدهم أقل من 3000 ريال. طيب يا استاذ الفاضل، انا هذه النقطه هذه معناها او كما اشرت ان الفقر هذه سنه، لماذا الفقر ما موجود في الامارات، ولماذا ما موجود في قطر، ولماذا ما موجود في البحرين، ولماذا ما موجود في الكويت؟
هل أعتقد أن الفقر موجود في كل مكان؟ اسمح لي أستاذي، أليست هذه مجتمعات خليجية؟ أليست تعتمد على البترول؟ أليس نحن أكبر دولة منتجة البترول؟ إذا كانت أعداد الفقر بكذا والتبرير يقول أنه هذا يعني سنة، أنا أعتقد هذا غير صحيح. النقطة الثانية فيما يتعلق برامج الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي لا تقدم الحد الأدنى أو الكافي لأنه لا توجد دراسة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن خط الفقر وتكلفة المعيشة في المجتمع السعودي، وهذا الأستاذ خالد خليه يقول لنا إذا كان طيب. خط الفقر كم هذا؟ نعم. خلد إلى موضوعنا الأساسي، موضوع السيول وموضوع الكوارث. نحن إذا قلنا أن هذه ما مسؤولية أحد، إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تقول ليست مسؤوليتي، وزارة التربية تقول ليست مسؤوليتي. لا احنا نتكلم في جانب معين. عموما دكتور عشان الوقت أشكرك على يعني مشاركتك معنا، أعطيك تعليق أخير عندك نصف دقيقة. شايف الضيوف هناك طولنا عليه. طيب أنا في النصف دقيقة هذه أقول أنه الجهود التكاملية للدولة سواء وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة النقل أو الدفاع المدني أو وزارة المالية هي كلها جهود تصب في الأخير إلى مصلحة المواطن، وبالتالي يجب أن الخدمات التي تقدمها الدولة هذه لا تنكر أو لا يأخذ الإعلام منها منحة أنه والله هذه الخدمة تقدم فقط من جهة معينة دون جهة أخرى. حيث انتهى الآخرون يعني خلنا نستفيد من محاكم النماذج الجيدة في العالم، ما المشكلة؟ عموما أشكرك، شكرا لتلبية الدعوة، نشوفك إن شاء الله في حديث أكثر عن نجاحات يعني واصلة للمواطن السعودي في الفترات المقبلة. بعد الفاصل راح نتكلم عن الكبري حق الثمامة اللي ضج في الرأي العام، نتحدث عن يعني كواليس وأخبار عن هذا الملف. لا أكيد طبعا لا شرحنا على الهواء. أهلا وسهلا بكم. فتح انهيار جسر الثمامة نهاية الأسبوع الماضي قضايا سابقة عن وزارة النقل بصيانة الجسور ورداءة الإنشاء، وأيضا يفتح ملفات أخرى عن الشركات المنفذة، خصوصا أن جسر الثمامة الذي يعتبر أكثر يعني حداثة من غيره سقط بعد كمية الأمطار التي جرفت التربة من أسفله، بينما صرحت الوزارة بأن سبب الانهيار سبب إزالة التربة من قبل مواطنين أو شركات. هذا طبعا يفتح باب التساؤل، لكن قبل ذلك خلونا نشوف هذا الملخص أو التقرير عن الحادثة نفسها، نتابع. على خلفية المنخفض الجوي الذي ضرب منطقة الخليج العربي وما صاحبه من اضطراب في حالة الطقس من أمطار غزيرة وعواصف رعدية، تعرضت مدينة الرياض لفترات متقطعة مطلع الأسبوع الماضي وحتى نهايته إلى أمطار غزيرة تراوحت بين 25 مللترا في بعض المناطق إلى 35 مللترا في مناطق أخرى، ما أدى إلى احتباس المياه في الشوارع والأحياء الداخلية وتعرض العديد من المركبات إلى الغرق. إلا أن الحادث الأبرز والذي حدث فجر الأربعاء الماضي كان انهيار جسر الثمامة في الطريق الفرعي المؤدي إلى مقر شركة أرامكو، وعزت وزارة النقل انهيار الجسر إلى انجراف التربة في مجرى الوادي جراء سيلانه بمياه الأمطار. كاميرا يا هلا تواجدت في مكان الحادث للجسر المنشأ قبل 30 عاما والذي انهار جزئيا مخلفا إصابتين، بينما كان صهريج للوقود يحاول العبور بواسطته ليتم تفريغ حمولته من الوقود في مجرى الوادي أسفله وسط رائحة الوقود التي انتشرت في كل مكان. سيل الوادي أدى إلى انهيار الجسر وفتح سيلا آخر من التساؤلات حول جودة المشاريع والمنشآت ولا سيما القديمة منها، وعن دور وزارة النقل في صيانة الطرق والجسور القديمة. في برنامج أهلا مصعب المرضي الرياض. طيب لمناقشة هذا الملف يسر أن يكون معي وكيل وزارة النقل للطرق الأستاذ هذلول هذلول. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك تلبية الدعوة. أيضا معنا من رفحة عبر سكايب زميلنا الأستاذ فواز عزيز الكاتب في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا بك أستاذ فواز، تسمعني؟
طيب الآن بس عشان الوقت لعلك شفت المقطع وأنتوا يعني رديت وصرف، ما المشكلة يعني؟ هل يعني خصوصا الناس تفاجأت هذا من يعني يعتبر حديث، من الجهة التي نفذت؟ هل أنتم عندكم صيانة؟ هل عندكم تحذيرات؟ هل عندكم شيء دوري تستجيبون لبلاغات الناس مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية شكرا أخي علي على تحت الفرصة هذه. شكرا لك. ويبدأ أي يعني الإجابة على أي تساؤلات أو ملاحظات على موضوع الجسر أو خلافه فيما يتعلق بوزارة النقل. في البداية ممكن أعطي نبذة بسيطة على موضوع الصيانة. أشرت في موضوع الصيانة، شبكة الطرق في المملكة الآن حوالي 60,000 كيلومتر. هذه الطرق المنفذة، طرق مزفلتة تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، بعضها طرق سريعة والآخر مزدوجة، وجزء آخر من الطرق المفردة. تصان هذه الطرق بصفة دائمة وعلى مدار العام وعلى مدار الساعة من خلال شركات مقاولات صيانة موزعة على 80 عقد. المملكة شبكة الطرق 60,000 موزعة على 80 عقد، كل مقاول مسؤول عن عقد معين بما يشمله من الطرق والجسور والأنفاق. يبلغ عدد الجسور في المملكة الآن للجسر والتمام أحدها 5,500 جسر على مستوى المملكة، أما عدد العبارات فهي 74,000 عبارة، وهذه كلها تصان صيانة مستمرة. الصيانة للطرق على مدار الساعة سواء في الليل أو في النهار أو في الأوقات الممطرة أو في الأوقات الغير ممطرة، ونتوقع أن تكون الصيانة بمستوى جيد بحيث أن لا تتعرض لا الطرق ولا الجسور ولا الأنفاق لأي خلل. لا يعني هذا أن العمل 100% كامل، لابد أن يحدث خلل في بعض الأحيان وهذا شيء طبيعي. وأنا أعتقد أنه أي عمل مهما كان وفي أي بلد في الدنيا أخي علي لابد أن يحدث في خلل، ولكننا العبرة أن نتعلم من الأخطاء ونحاول نعالج الخلل أسرع ما يمكن. أي خلل يقع يجب أن نستفيد منه، الإنسان يستفيد، ثق تماما الوزارة بمهندسيها وخبرائها مهما وقع من خطأ فإنه نستفيد منه، نستفيد منه فعلا الاستفادة اللي إن شاء الله تحقق عدم تكرار ما قد يحدث. طيب السبب في يعني شيء مشروع حديث جسر حديث والرد يعني حتى رد الوزارة يدل أنه ما في مراقبة مثل ما ذكرت، لما إذا كانت مدارة يوميا وكل ساعة وكل شيء، وين هم شافوا هذا التربة اللي خذوها الناس المواطنين؟ الجسر، جسر أثمامة هو ما يطلق عليه جسر أثمامة، هو عبارة عن جسر عبارة عن 13 فتحة، ويصرف المياه. المفروض أنه إذا صممت جسور معينة بفتحات معينة أنه كميات الأمطار أنها تتصرف عن طريق الفتحات بمستوى شبه متساوي، هذا المفروض. إذا حدث هناك أي اعتداءات على مجاري الأودية، وهذا حالة واحدة وفي هناك حالات كثيرة على مستوى المملكة، ودائما هناك تحذير إذا لم فعلا تعالج موضوع التعدي على الأودية سواء فيما يتعلق بالتعديات أو تغيير مجاري السيول أو تضييق الأودية فقد يحدث كوارث، فقد يحدث كوارث مفاجئة، لأن السيول تتجه إلى مناطق لم تكن أصلا مهيئة أن تكون منطقة عبور. على سبيل المثال في جسر ثمامة المياه اتجهت إلى فتحة واحدة فقط، الجسر 13 فتحة واللي انهار اللي هو الفتحة الواحدة لأن المياه اتجهت. ولو لاحظت يا أخي علي في التقرير كيف كان مستوى نحر المياه المفاجئ في منطقة الجسر في المنطقة التي انهارت، هذا الحقيقة. ومع أن الوزارة الآن تنسق مع إمارات المناطق وتنبه إلى هذه المشكلة، والمشكلة الآن فعلا تحت النظر وخطورتها ليست باليسيرة. أن تصمم جسور الآن، تصمم جسر على طريق تفترض أن المياه سوف تعبر من هذا النقطة في الوادي، لأن الوادي ينفذ على جسر، ولكن إذا أنه هناك حدث تعديات على الوادي فإن المياه سوف تتجه إلى مناطق أخرى أو بكميات أخرى. كيف التعديات هذه حدثت؟ تكون التعديات في أحد الأمرين، إما أنه يكون التعدي باستملاكات الأودية وإقامة مزارع وإقامة عقوم، ثم بالتالي عرض الوادي يضيق أو يتغير أو ينغلق ثم يتجه الماء إلى جهة أخرى
طب هل هذا ما حدث مع جسر الثمامة؟ جسر الثمامة اللي حدث جزء من هذه المشكلة أنه لو الملاحظة أن هناك تعديات على مناطق في المناطق التي يأتي منها الماء وأحدث في كميات رمال كبيرة تؤخذ من بطن الوادي تسببت في أنه يكون بطن الوادي عميق مما جعل المياه تتجه إلى هذه النقطة. والملاحظ للتقدير الذي حدث اليوم فعلا ملاحظ كيف أنه المياه التي عبرت الفتحة الواحدة يمكن طيب. أقل حوالي 5 أمتار من المناطق الأخرى. نعم طيب خلينا نأخذ الزميل الأستاذ فواز عزيز من رفحة عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك أستاذ فواز. يعني أنت انتقدت وزارة النقل أكثر من مرة وتحدثت عن يعني أنه أداء الوزارة أداء رديء ولا يعني لبي الطموح. لماذا يعني هذا الاستنتاج؟ وفي نفس الوقت رأيك في التوضيح اللي ذكره سعادة الوكيل فيما يتعلق بجسر الثمامة؟ أولا بالنسبة لسعادة الوكيل كلامه عن جسر الثمامة وتنبيهه إلى أنه في حالات مشابهة قد توقع كوارث كثيرة في عدة مناطق، أنا تمنيت أنه يكون هذا الكلام قبل كارثة جسر الثمامة، لأنه اليوم ينبه، اليوم ما نحتاج ننبه، اليوم شفناه بعيون الكارثة. الجسر انهار وبررت الوزارة تبريرات رغم أنها تقول عندي 80 عقد صيانة، ومثل ما قلت أنت وكأنه ما تعرف أنه انحرف مجرى المياه إلى فتحة واحدة وإلى أواعي عمود أو عمودين. نعم. هذا الموضوع أعتقد أنه تبرير مو منطقي أبدا، أو مو بوقته، يعني كان مفروض أنه عقود الصيانة تبلغ الوزارة، تبلغ تشوف تستنتج السبب قبل ما يقع، بعد ما يقع ما احنا محتاجين واحد يقولنا ممكن تقع كوارث مناطق اخرى. شيء ثاني، سعادة الوكيل يقول انه في عندنا 60,000 كيلو متر وعندنا شبكه طرق وعندنا 5500 جسر، انا بديت اتخوف من 5500 جسر الاخرى. عندي 74,000 عباره، العبارات قديما كانت جسور، اليوم بيبات ماسوره بسيطه ما تتحمل السيول اللي موجوده. طريق الشمال الدولي ما في ولا جسر يعبر، لا جسر يعبر مياه ولا تقاطعات، رغم انه طريق دولي ومسافته طويله. فالوزاره انا من زمان تكلم انه اداء رديء باستثناء المناطق الكبرى، طريق ابو حدريه اكثر من 25 سنه ما في نتيجه، رغم انه يربط المنطقه الشرقيه اغنى منطقه في المملكه بدول الشام اوروبا عن طريق الشمال الدولي. طيب استاذ فواز خليك معي بس عشان يرد عليك سعاده الوكيل باختصار، ترى عندك 3 دقائق لانه الوقت. نعم. اذا سمحت. شكرا يا اخوي فواز على الملاحظات. التنبيه اللي تنبه عليه الوزاره دائما فيما يتعلق في موضوع خطوره تغيير مجاري الاوديه ليس جديد، بل لو ترجعون للوثائق اللي موجودة الوزارة تنبه على هذه من سنوات، ولكنه في بعض الأحيان في بعض الأمور أحيانا تعالج وفي بعض الأحيان لا تعالج. هذا من جانب. من جانب آخر يعلق الأستاذ فواز على أن وزارة النقل أدائها رديء. لو يطلع وبأمانة وبتجرد إلى الطرق، ناخذ الشمال الآن كافة المناطق الشمالية إما مربوطة بطرق مزدوجة بالكامل، نبدأ من لو تبدأ الآن من جهة من الإسكاكة حتى جديدة عرعر حتى الجوف حتى القليبة حتى تبوك حتى حالة عمار، مرورا بالمدينة المنورة، طريقين مزدوجات إلى حائل طريق سريع، والطريق الدولي الشمالي هذا الآن له إصلاحات، فعلا هو طريق قديم ونذكره من الطرق القديمة اللي نفذتها أرامكو من شركة التاب لاين، ولكنه طرق الآن يحدث الطريق مزدوج فعلا في بعض الملاحظات، ولكن الوزارة الآن قائمة على تحسينه كامل مناطق المملكة. أنا أعلق فعلا على النقطة اللي قال إن الأداء الردي كافة مناطق المملكة ربطت إما بطرق سريعة أو طرق مزدوجة بالكامل. طيب إحنا راح نفتح ذا الملف لاحقا ويكون في تقارير ميدانية من الشمال، لأنه دائما في يعني حكي في هذا الملف وشكاوى. أنا أشكرك جدا على تلبية الدعوة. شكرا. أشكرك أيضا فواز على المشاركة. فاصل أخير ونعود لكم بعد قليل في موضوع أنا أبغى أختم فيه لأنه طريف وعجيب وفيها جرأة جديدة بعد قليل.
أهلا وسهلا بكم. اشتهر أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعاشق حنان عبد الله حسن، انتهج طريقة جريئة بالنسبة للمجتمع السعودي بعد أن خاطب والد خطيبته عبر الكيك بتزويجه طالبة وطعم زوجة من المبتل، وتدخل أخيرا الفنان فايز المالكي لحل الموضوع. وأعتقد أنه توفق الأستاذ فايز في هذا الملف كما هي عادته. طبعا عبد الله حسن معنا من جدة، ومفروض الأستاذ فايز برضه يكون معنا تليفونيا، لكن خلينا نشوف يعني مقتطف بسيط من الكليب. اسمع يا أبي حسن، لا لا لا، ها أنا أدفع الثمن، لا لا لا، إما أتزوج حنان، لا لا لا، ولا لبسنا الكفن، ولا لبسنا الكفن، لا 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 لا. عبد الله هلا وسهلا فيك، مبروك إن شاء الله، وقت أكد لي فعلا. هلا وسهلا فيك والله. نعم الله يبارك فيك والله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. طيب، وطبعا معاك اخوك اللي هو الكورال المفروض اللي يرد معاك. اهلا وسهلا فيكم. انا اخويا يعتبر المخرج والمصور والمبدع وكل شيء يعني. نعم. طيب نبارك العرس، تمت فكرتك ضبطت في النهايه؟ لا لا، هي الان عمليه موافقه فقط. موافقه على. وقل لي كيف توقعت تدخل فايز؟ كيف كان تدخل فايز المالكي؟ صراحة أنا هذا المقطع هو يعني ضرب عصفورين في حجر كما يقولون، عصفورين في حجر، لكن أنا ضربت يعني ما شاء الله 100 عصفور في حجرة واحدة. وش العصافير؟ علمنا بس بسرعة. طيب طبعا أنا سويت هذا المقطع حق القلب وأعطيته فقط لصفحة خطيبتي حنان في الفيسبوك، وهو إرضاء لوالدي ولزوجتي هاد حنان إن شاء الله. نعم، جميل جميل. بس طيب، كان في طبعا المقطع انتشر. ايه، وصل عند فايز المالكي. لا اعلم كيف وصل هذا المقطع عند فايز المالكي، وفايز المالكي انزل هذا المقطع في صفحته في التويتر. طيب، فايز معنا طبعا. عندما انزل هذا المقطع انا قلت لابد ان ارد عليه، فهو نعم. الذي بدا، فرديت عليه. ايه، رد هو الذي انزل المقطع، فانا رديت عليه يا فايز يا مالكي، لا لا لا، طالبك ما تردني كما تعلمون. لا كمل المقطع يعني؟ ايه، يا فائز يا مالكي، لا لا لا، طالبك ما تردني، لا لا لا، ابغاك عند عمي تجي، لا لا لا، عمي منك يستحي، ما ابغى انا البنت لي، ابغى هذه البنت لي، لا 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 لا. فقط هذا المقطع. نعم، وعموما خلاص انت فعلا ضربت كل العصافير، مبروك الحقيقه، ويمكن أن تحفز كثير من الشباب اللي مثلا يعني يبغى يتزوج إنسانة يعي أبوها ولا شيء، يعني يمكن ضبطت معك، إن شاء الله تضبط مع الجميع ويكون في رضا. لا بإذن الله، بإذن الله. معلش. نعم، يمكن سؤال بس يا أستاذ. تفضل. طبعا أنا بإذن الله بعالج قضايا كثيرة في المجتمع العربي، وأتمنى أن أوصل رسالة، تسمح لي ولا لا؟ لا والله، بس بعد الوقت الفائز إذا سمحت. فائز أهلا وسهلا فيك أبو راكان. طيب تفضل اخ فايز، تفضل. اهلا وسهلا اخوي علي، يعطيك العافيه، مساء الخير. الله يعافيك، مساء النور. ايش المبادرات الاجتماعيه هذه؟ يعني انت دائما تفاجئ الجميع، ولكن يا اخي تشكر الحقيقه. هذا فضل الله وجميل، ستر الله علينا علي. كيف قررت وكيف كانت الفكره؟ وكان لين الاب ولا يعني كان صعب في الموافقه؟ والله اول شيء انا اقول لاخوي عبد الله الف مبروك، والله يجمعك انت والاخت حنان على خير ان شاء الله. والحقيقه انا تقابلت معه وكلمنا ابو البنت حنان، وان شاء الله انه يجمع الله بينهم على خير ان شاء الله. انا اعتقد انها عائله مثقفه وعائله ما شاء الله عليها ملتزمه، يعني يكفي انت شوف وجه عبد الله ابو حسن، وجهه بس يعني يشام منها النور. نعم. والحقيقه انا تفاجأت انه عنده زوجه ثانيه، واسال الله ان شاء الله يجمع بينهم على خير، لكن انا اعتقد انه عبد الله رجل حيحكم بشرع الله وسنة ربيه، فبالتالي ما يخاف عليه. نعم. شكرا لك ابو راكان على مبادراتك الانسانيه. واشكر ابو حسن، كل التمنيات لك بالتوفيق. انا وقتي انتهى، ووقت انتهى عذرا، القاكم ان شاء الله غدا. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا في امان الله.